خلاص يا باشمهندسين، دلوقتي اللحظة الحاسمة، اللحظة اللي كلنا مستنيينها وانتوا اكيد مستنيينها اكتر من اي حد. بس خلينا قبل ما نروح للحظة اللي كلنا مستنيينها افكركم بحاجة. احنا اتفقنا اتفاق فاكرين افكركم بيه، ان احنا اللي هيفوز منكم يا باشمهندسين المبلغ اللي هياخده هيطور بيه مشروعه ويطور بيه حياته ويكمل حاجات اجمل كمان واحسن ان شاء الله. جاهزين تسمعوا اسم الفايز؟ اعلن الفايز الباشمهندس او الباشمهندسه. ما تخلص بقى يا استاذ احمد. الباشمهندس اللي فاز معانا النهارده يوسف صبري. وراء كل راجل عظيم امرأة، هي دي الامرأة بقى. حبيبي يا يوسف ألف ألف مبروك، برافو عليك يا ترامب. زومب. الله يبارك فيك يا ماما، أنا مبسوط قوي إن أنا شرفتك والله العظيم. أنت اللي طول عمرك مشرفني يا حبيبي. ده أنا اللي لولاكي كان زماني رحت في داهية. أنت يا ماما السبب في كل اللي بيحصل ده. اسمها أنت؟ قصدي حضرتك يا ماما السبب في كل ده. عارفة بقول لك إيه؟ خد ماما روح. طب جريئة يا باشمهندس، مش هتفكها علينا بالشيك الكبير؟ ابو 10000 جنيه ما انا شفته. 10000 جنيه؟ طب بص يا عرفه، خد ماما وصلها وانا هديك الشيك ابو 10000 جنيه ده كله ليك. احلف بالله. والله سندريلا، الساعه بقت كام؟ اليوم خلص. لسه شويه يا عم حزنبل، هسبقكوا على البيت. باي باي يا ماما. اما انت بقى يا قمر يا وش السعد يا اللي حلتي لي كل مشاكلي، ده انت التعامل معاكي من هنا ورايح هيتغير تماما. انت لو حد فكر يدوس لك على طرف ولا يضايقك بعد كده انا هزعل. انت يا حبيبه قلبي يا زوزو يا قمر. لايك. لايك ايه وزوزو ايه؟ ده انت عمرك ما قلت لي يا سوسو. وبعدين امال انا ايه؟ بنفسنا. يا سلام يا اختي، يعني انا هنرسم منك انت؟ مولعه. شايف يا يوسف شايف؟ مش عليلة. ما خلاص بقى يا ساره، في ايه مالك؟ ايه حركات البنات دي؟ وبعدين هو انت يعني كنت عبرتيني على المسرح؟ ما انت قمت داخله حلقه لي وحاضنه الشيك. ايوه يوسف، ما انا خفت لا يقع يعني ولا يتسرق منك ولا حاجه. مش ده موضوعنا، المهم هتعمل ايه مع رامي دلوقتي؟ ده انا هروح الشركه وهحط رجل على رجل وهزود راس المال وهعرفه ان هو فادني من غير ما ياخد باله. وكان واخد مني فلاشه 8 جيجا ما رجعهاش، ينفع ترجعها لي؟ ده انا هجيب لك هارد 8 جيجا يا دي علاء. ثانيه بس، ثانيه واحده. عمالين توزعوا التركه كده وعايشين حياتكم، واحد هياخد شيك ب 10000 جنيه لوحده وده هتجيب له هارد 8 جيجا. طب وانا ومشاعري اللي مرمختوها، كل ده بتضحكوا عليا ومقرطسيني؟ ايه ده، هو انت عرفتي؟ عرفت، بس ما تخافش انا مش زعلانه منك. ما هو العتب مش عليك، العتب على البيه. البيه اللي سابني متقرطصه طول المده دي كلها. ليه يا لذيذ ما فهمتنيش ان زومبا روبوت؟ ليه ما فهمتنيش؟ عشان مش بتفهمي. انا كنت بعتبرها اختي، دي كانت انتمتي. خلاص بقى يا هدير، بقى ما تقعديش تضغطي عليه اكتر من كده لو سمحتي. خلاص يا باشمهندس، طالما اعتذر انا مسامحاه. انا ما اعتذرتش. خلاص يا هدير فكك من الكآبة دي، ويلا بيقول لك هنحتفل وهيجيب لي هارد، الحاجات دي ما بتتكررش. طب بقول لكم ايه بقى، فككم اللي انتوا بتتكلموا فيه ده. انا عايز اقول لكم ان انا بقى لي فتره مخبي عليكم اني شغال على مشروع جديد هيبقى اجمد من اي حاجه انا عملتها قبل كده. بجد يا حبيبي؟ بجد. تعالي بقى اقول لك. يلا بينا. بس بقول لك ايه رايك في جوزي بالزمن؟ شفتي ما اتخضتش ازاي لما لذيذ وقع على المسرح؟ انت تقول لي شفت؟ مع ان الناس كلها افتكرت ان احنا كده فشلنا. حاضر.